السلام عليكم. سميتي توفيق غازل. شو ايميغري فرونسي كي ريزيد ان ماروك ان سو مومون. وقع لي واحد المشكل في شهر 12 2018، يلا كي جيت من لا فرانس كانوا شي ناس مقابلين شي ديور ديال الوالده، الديور ديالنا والملك ديالنا، كانوا مقابلين الوالده، وملي جيت انايا بحال ما عجبهمش الحال و بغيت ناخذ حوايجي نقابلهم بوحدي، ما عجبهمش الحال وحطوا لي 50 غرام ديال الحشيش قدام الباب مع شي صريف، قولوا شي 20 ولا 30 درهم. وعيطوا لي الجدارم يا لي جندارم، فوالا ملي عيطوا لي الجندارم داوني وبقاو يبحثوا، خلوني عندهم يومين، داوني عند الوكيل. الوكيل هضرت معاه وقلت ليه الحق وصافي وطلقني. ملي طلقني مشيت للدار عندي، تلاقيت مع شي ناس جيران تما ساكنين، وعطوني التسجيل ديال لا فيديو، التسجيل ديال هادوك الناس اللي حطوا لي داكشي قدام باب، وكلشي كيبان في الكاميرا. ولا انا بغيت جافي دوموندي لا جوستيس ماروكان مي دووا ايسي او ماروك او طونك ريزيدون فرونسي او ماروك، فوالا سي تو. الحق ديالي بغيتو يبان وتبان الحقيقه. الفيديو فيه جوج ناس، جوج دراري، ولد هذيك المراه اللي كانت مقابله لينا، ولدها وصاحبه، فوالا هما اللي كيبانوا كيحطوا لي هذاك الشيء وكيهربوا، باينين حطوه قدام الباب ديال الدار ديالي في ساك بلاستيك. ساك بلاستيك اي موا بار كيوريوزيتي خديت هذاك الشيء، بغيت نشوف شنو هو محطوط قدام الباب ديالي. ادخلت وتبعوني لي جوندارم دخلوا، تا هو ما صرت ما ندير وقلت لهم لا فيغيتي، قلت لهم الحق، هذاك الشيء قيت هو قدام باب دخلته باش نشوف شنو هو. داوني فوالا، داوني فوالا. ماتنو شو ان تران تفير ما بروب انكيت بوحدي باش يبان الحق، ونورمالمون يبان، يبان ان شاء الله. بلادنا فيها الحق كونتخيغمون دي زوت بيي. حسيت بالحقره بحال محقور، حيت عارفاني ما هنايا ما ندير، ما عنديش مع داك الشيء. اون فرانس شو ايتيديون، جي باسي مون باك اون باك فرونسي، اون باك برو فرونسي دارنيغ اني، فوالا. سينون جو ترافاي، جي ان باكالوريا فرونسي اون فرانس، فوالا. جو في اون فرانس اون فيت ديبي لاج دو ان ان اند مي جوسكا ماتنون، فوالا. جي دو فينيغ دو تخوا فوا او ماروك دون ما في، فوالا. شو ان فري فرونسي، voilà. Sauf voilà, je préfère venir vivre au Maroc chez moi, voilà. Mais comme je n'ai pas de chez, voilà, c'est pour ça que je demande le haq d'y aller. Voilà, le but n'est pas mes affaires, mais les gens ne sont pas les mêmes. La dame اللي دارت لي هادشي سي نونسيان، ساكنة تما سي نونسيان، كتعرف كلشي. A travaillé 30 ans chez les, à la case, à la brigade de gendarmerie. Elle a travaillé 30 ans de sa vie. Voilà, ça fait que un agit brani, c'est normal. Kulchi nes, kulum kano maa. Voilà, mais heureusement j'ai les enregistrements. Voilà, à des tchigil, les kibayan l'haq. Voilà, kulchi raiben, inshallah.